العزيز المرحوم عبد الحليم حافظ، يا ترى لو عاد للحياة بين الآن ماذا سوف يكون عليه رأيه في الموسيقى والغناء الموجود؟ والله المطرب عادة أو الملحن أو المؤلف بيتطور بتطور الحياة اللي هو بيعيش فيها. فإحنا حياتنا كلها في اليومين دول تطور، وتطور سريع جدا. فالفنان أي فنان سواء كان مطرب أو يعني ملحن أو رسام أو كاتب، هو بيعبر في الحقيقة عن الشعب، بيعبر عن الناس. فالتطور أولا لازم يجي من الناس وينعكس على الفنان فبيطوره. طبعا جايز تقولي أنه الفنان بيبقى أداة أولى في التطوير، أنا أقول لك أنه الفنان بيحس ببذرة التطور في أي مجال من المجالات وبعدين بيديه في فنه.